يمكن شفتوا ملخص البطولة من خلال الأرقام والصور اللي انتوا شفتوها منذ لحظات. تعال نرجع بقى لمنتخبنا الوطني. أنا بحبش أقعد أعيط على اللي فات، بحب أتكلم على بكرة. شايف بكرة عمل إزاي؟ يعني مثلا إيه، الناس دايما تقول لك إيه يا عم بص على المدرب المصري. أنا عندي برضو معلومة إنه فيتوريا حصلت كده مناوشات معاه النهاردة، يعني نظبط عشان الشرط الجزائي. قال لهم فلوسي كاملة، ما تتعبوش قلبك يعني. خلاص، بس ده برضو مش موضوعنا. موضوعنا انا عندي كابتن حسن شحاته تجربه واضحه، 3 بطولات افريقيه، كابتن جاري تجربه واحده بطوله افريقيه حضرتك مسجل هدف في النهائي فيها، وصول كاس عالم، مراد فهمي بطوله افريقيه، عندنا بطوله الاولى، وعندنا بطوله 86. دول كانوا بمدربين اجانب. نعمل ايه يعني؟ الناس كلها دلوقتي شايفه نعمل ايه، وانا بكلمك انت كراجل بتفهم شويه في الاداره وبتفهم قوي في الجانب الفني. نعمل ايه يعني؟ انا بصراحه المدير الفني الاجنبي في ظل الظروف اللي فيها العالم كله والبلاد، انا ما اعتقدش ان المدير الفني الاجنبي هيبقى اضافه بكل امانه. يعني مش هيبقى اضافه بكل امانه، مش هيبقى اضافه. نعم، والتجارب واضحه قدامنا يعني، وقدام عينينا يعني، في وليد الركراكي، في جمال بالماضي. ممكن يكون في اخفاقات في الاخر، بس ده وضع طبيعي يعني. نعم، لازم يبقى فيه كده وكده. ولكن زي ما حضرتك قلت يا كابتن شوبير، احنا تجاربنا اصلا حاليا في مصر، منتخب مصر، مع كلها مصريين، نجاحات كلها مصريين، والعقليه بتاعتنا اللعيبه المصريه يعني. هي بس مشكلتنا في المدرب المصري ان هو بصراحه يعني من وجهه نظري يعني انه بيسمع المدرب الاجنبي بيسمع اكتر، وبيترجم له كل حاجة، وبيشوف كل حاجة، وبيتقال له كل حاجة، عشان تبقى عارف يعني. خدها مني عن يقين يعني. ما هو الاتنين بيسمعوا. بس لو مدرب عنده شخصية. لو مدرب عنده شخصية، أعتقد الأمور هتختلف. المدرب المصري بيفهم بيسمع، وساعات بيفهم. المدرب الأجنبي بيسمع من غير ما يفهم، لأنه بيقولوا له طارق قال كذا، شوبير قال كذا، محمد قال كذا، سعيد قال كذا، فبيكون فكرة إنه ده ضد، لأنه مش عارف القصة شكلها عامل إزاي. لكن المدرب المصري أحياناً مش كلهم بيسمع ويفلتر الكلام ده. ما بيعرفش يفلتر بالظبط. ما هو كل الاجانب اللي جم كده، ما هو ده على فكره. انا سمعت كلام كتير ان كل حاجه بتروح له، وهو وقفته على الخط واضح ان هو عنده حاجات كتير في دماغه. لا، مش في 90 دقيقه بس، او مش في الملعب بس. هو بيفكر في حاجات كتير في دماغه. قول لي نعمل بدليل يعني. بص يا كابتن شوبير، انا بصراحه يعني التجربه بتاعت المغرب، وانا كنت واحد من اللي موجودين فيها، لما تيجي تتكلم على عايز تخطط، لازم تعمل نظام كويس. لازم تعمل نظام. هناك معمول أكاديمية محمد السادس أكتر من كذا سنة. أي، وحاجة على مستوى كبير جدا. أكيد حضرتك رحت وشفتها مرتين. حاجة مش ممكن. ملاعب، بنية تحتية، حاجة اتعملت في كل حاجة موجودة. كل حاجة موجودة. نعم، بصراحة دوري منتظم جدا. نعم، جدا جدا. في عدل، في نظام، في جمهور. لأن لو جبت المدرب المصري او المدرب الاجنبي من غير وجود جمهور، لان انا اللي ينقص منتخب مصر شخصيه منتخب مصر. اللعيبه مش اللعيبه، معظم اللعيبه كانت شوبير ما عندهاش شخصيه ان انت لا شخصيه. مش محطوط تحت ضغوط. انت حطه تحت ضغوط عشان اللي بيحصل لنا في الفترات اللي فاتت، حضور الجماهير في المباريات. طبعا كانت شوبير لا، وجات لنا الفرصه اكتر من مره. نعم، بصراحه حط تحتها 100 خط. على فكره مش بس لعيبه، لا ومدربين كمان طبعا. هو كابتن شوبير معلش، انت لما تشتغل انت كمدرب او كلاعب، وانت الملعب مليان والملعب مقفول، مش هقول لك مليان 70 و60 و50 و40، 20 على الاقل. نعم، على الاقل دخل 20. شوف الوضع هيختلف.